دي تقاريرنا الأخبارية اللطيفة، وهنبدأ معاكم بمؤتمر صحفي كان أيضا لمؤسسة جينيس للأرقام القياسية العالمية بمناسبة زيارة حاملي الأرقام القياسية في العالم لمصر، التركي سلطان كوسين أطول رجل في العالم، والهندية جيوتي أمجي وهي أقصر سيدة في العالم، وبزيارتهم بتأتي في محاولة أيضا للترويج للسياحة في مصر. خلونا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير. مصر أرض الأمن والأمانة. سعيا للترويج لمصر دوليا في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة، عقدت موسوعة جينيس مؤتمرا صحفيا بمناسبة زيارة أطول رجل وأقصر سيدة في العالم لمصر، وهما أشهر حاملي الأرقام القياسية العالمية. ده بينطوي تحت بند القوى الناعمة. أول حاجة نوع من الدعاية لمصر، دعاية لتنشيط السياحة، لها هدف سياحي وفي نفس الوقت بنرسل رسالة إيجابية للعالم بالاستقلال المنعم بمصر، وفي نفس الوقت رسائل إيجابية من مختلف النواحي. جينيس هي اللي استدعيتني ان انا اجي هنا، وهي اللي بعتت لي دعوه، وانا مبسوطه جدا ان جيت مصر ومبسوطه بناسها، وانا معجبه جدا بناس المصريين، وان شاء الله اكيد هكرر الزياره دي تاني مره. مرحبا على بن مصر جلدن. جئت لمصر لكي اعرض جمالها لكل العالم، والان اقوم بتصوير فيلم قصير عن مصر لكي يشاهده العالم كله. ومنذ وصولي إلى المطار وأنا أشعر باهتمام غير عادي وبحفاوة بالغة. سلطت الزيارة الضوء على المناطق الأثرية والتاريخية وإمكانيات مصر الأمنية، فضلا عن تقديم صورة إيجابية لمصر في الخارج. اهتمامنا بهذه الفعاليات إن حوالي المشاهير لهم متابعين من كل دول العالم. حضراتكم تعرفوا إنهم زاروا أكثر من 50 دولة، وما تبقى مصر على أو ضمن هذه الأجندة، فأعتقد ده إضافة جديدة للسياحة المصرية. فأنت بتعمل دعاية لمصر، بتعمل دعاية للمصريين، بتعرف العالم، لأنه أكتر كتاب بيتقرأ في العالم هو كتاب موسوعة جينيس، فالكتاب ده الناس كتير بتقراه، بيبقى دي دعاية لمصر طبعا استثنائية. موسوعة جينيس التي تصدر سنويا هي إحدى سلاسل الكتب الأكثر مبيعا في العالم، وتحتوي العديد من المعلومات والأرقام القياسية العالمية، وتترجم إلى 40 لغة لنشرها في أكثر من 100 دولة. طرق كتيرة ويعني سعيدة ومسلية، وحلو ان احنا نشوف ناس بتهتم جدا انها تيجي مصر، ناس يعني متسلط عليها الضوء جدا، تقول كلام كويس عن مصر ان هم مبسوطين. وحلو عجبتني الكلمة بتاعت امجي ان هي اتكلمت عن شعب مصر، ان هي حبت قوي شعب مصر، انها تحب انها تيجي تزور مصر تاني. انا نفسي اقابلهم عامة، يعني يا ريت يكون لنا فرصة ان احنا نقابلهم ونتكلم معاهم او حتى نعمل معاهم لقاءات. بالتأكيد زيارتهم مفيدة للسياحة، وموسوعة جينيس بثقلها العالمي ربما تكون دفعة أيضا للسياحة المصرية. طيب.